الأعزاء والإنفلونسر، اليوم جدا سعيدة بزيارتي لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات لدورة 46. مميز هذا المعرض من ناحية التنظيم، من ناحية الشركات المشاركة به من كل أنحاء العالم، من الهند، من الإمارات، من سنغافورة، من إيطاليا. أكو سحوبات يومية، أكو عروض موجودة بهذا المعرض ما موجودة بغير معرض، فلازم تجون للمعرض لأن ما يفوت.